أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب فأتموا الحج والعمرة لله
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا حتى يبلغ الذي محله فمن كان من ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الذي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج
الحج أشهر معلومات فمن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في القتل وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى فتزودوا فإن خير الزاد التقوى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم
فمن الناس من يقول ربنا
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون بسم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا فالأحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون
أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورتي البقرة وآل عمران للقارئ الشيخ محمود علي البناء، وهي مسجلة من مسجد الإمام الحسين ضمن شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك عقب استشهاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات في عام 1981. الهندسة الصوتية ناجي شديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهرة مع القرآن الكريم، إعداد وتقديم السيد صالح.